يا حافظا يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور. مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان، نحييكم ونرحب بكم مع هذه الرسالة اليومية، حيث تستعد إمارة دبي لاستضافة حدث قرآني كبير، ألا وهو مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثانية، وهي إحدى فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ما ولو آمن أهل الكتاب الله يجتبي. مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، الدورة الثانية، 1439 هجرية، في الفترة من 12 إلى 24 من نوفمبر 2017 ميلادية، ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. رافقت كاميرا الرسالة اليومية وحدة العلاقات العامة في استقبال المشاركات في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثانية، من لحظة وصولهم إلى مطار دبي وإنهاء إجراءاتهم ومرافقتهم إلى مقر سكنهم للسهر على راحتهم وسلامتهم. إلى محياك في أعراسها القشبي. اسمي نادية السعيد أحمد، أنا من دولة النرويج ولكن الأصل الصومالية، وأنا مرشحة لهذه المسابقة الدولية في دورتها الثانية، وإن شاء الله وصلت إلى الإمارات الآن، وشعوري ما شاء الله لا يوصف. شعوري يعني أنا سعيدة وفريحة جدا بأني سأشارك في هذه المسابقة القرآنية، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا. إني المتسابقة طيبة جليل من العراق، جئت إلى الإمارات للمشاركة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية، إنها مسابقة رائعة وقيمة وليس لها نظير، نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولهم. حناجر السحر الفضي نازحة إلى محياك في أعراسها القشبي. إلى محياك في عقدت لجنة متابعة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثانية اجتماعا للاطلاع على التحضيرات وجاهزية اللجان المختصة بالجائزة. محمد الشهم هل كفي مؤهلة لأن تصوغ لك الأشعار. نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا هذه المناسبة الطيبة المباركة، وهي إقامة الدورة الثانية لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، هذه المسابقة المتميزة التي أخذت صيتا واسعا في مختلف بقاع العالم، وتحرص أغلب الدول والجهات على المشاركة فيها، حتى والحمد لله وصلنا حتى الآن إلى 75 دولة تنافس على المراكز المتقدمة في حفظ القرآن الكريم بين أخواتنا الحافظات لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا فخر لأخواتنا وفخر لدولهم أن يكون لديهم هؤلاء الحافظات اللائي يتقن تلاوة القرآن الكريم عن حفظ متقن وبتجويد متميز، وكلهن حريصات على أن ينافسنا على المراكز المتقدمة
ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق. لا شك أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تحظى برعاية كريمة ومباشرة ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وراعي ومؤسس الجائزة حفظه الله، هذه المتابعة الحثيثة هي التي أثمرت هذا النشاط المتميز وهذه السمعة العالمية لهذه الجائزة التي نحن الحمد لله نفتخر بأنها من أفضل المسابقات القرآنية الدولية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخدمة كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نكون كلنا في خدمة أهل القرآن وحملته وحفظته، ونكون سفراء متميزين لدولة الإمارات العربية المتحدة التي عودت العالم على حسن الاستقبال وحسن الضيافة وحسن التنظيم والجودة والابتكار والإبداع في كل نشاطاتها. مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، لأن هذه الأم غالية علينا جميعا سواء كان مواطنين أو غير مواطنين، ندعو الله سبحانه وتعالى لها بطول العمر وتثقيل موازين حسناتها، وأن تكون هذه الجائزة في صحائف أعمالها يوم القيامة. في الدورة 19 اختارت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله شخصية العام الإسلامية لجهودها المتميزة والبارزة في خدمة الإسلام وإسهاماتها الكبيرة في العمل الخيري في جميع أنحاء المعمورة. وبهذه المناسبة أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة عن انطلاق مسابقة دولية للإناث تحمل اسم مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم لإتاحة الفرصة لبنات المسلمين بالإمارات وسائر دول العالم للتنافس في حفظ وتجويد القرآن الكريم أسوة بإخوانهم الذكور الذين يشاركون في المسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. كما قامت وحدة العلاقات العامة بالجائزة بتنظيم رحلة تعريفية للمشاركات للاطلاع على معالم ونهضة إمارة دبي. يا شيخنا كللتك الفخر أورقة من الفعال التي تتلوك في الحقب. يا شيخنا كللتك الفخر أورقة من الفعال التي تتلوك في أنا المتسابقة طيبة من العراق. طبعا مكان جميل جدا ونشكركم على هذه الرحلة. طبعا نحن الآن في برج خليفة في دبي، نحن متسابقات جئنا رحلة إلى هذا البرج، مكان جميل جدا ورائع ونشكركم جزاكم الله خيرا. أنا على عاصمة من الماضي، فأنا جئت هنا للمشاركة في المسابقة فاطمة بنت مبارك، وأتيت إلى جولة سياحية ورأيت برج خليفة وهذا جميل ما شاء الله جدا فرحت أن أتيت هنا. وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي، والريشة الخضراء تهتف في يدي، هيا ابدأي يا ريشتي وأعيدي، يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. نتطلع إلى حضوركم لفعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثانية من 12 وحتى 24 من شهر نوفمبر على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي. إلى هنا نصل بكم مشاهدينا إلى ختام رسالتنا في هذا اليوم، وحتى نلقاكم في الغد مع رسالة جديدة، تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتا يعلق نور الله في الهدب، مرت عليك رؤانا فانحدرت لها. يعلق
يعلق نور الله في الهدب، صوتا يعلق نور الله في الهدب.